صباح الخير، انتم تسمعوا في ميكرووند الروبريك الاقتصادية اللي ما تلوح شيء. الخبر البيت الأول، الهيشم الحامدي في جريدة الجمهورية. سيل هيشمي ناوي يترشح للرئاسة وشعاره الحجرة لي أستر يا ستار على اليسار، هو مرعبهم هو مخوفهم. وخبر طيارة طيارة طيارة، هذايا في جريدة التونسية، قال لك عرض أول طائرة تونسية مصنعة محليا. الدياري اللي قال لك قريبا في الأسواق، يلا. طيارة شعبية السعر هبال 86 ألف دينار فقط، مصنوعة بالألمنيوم ومش بالفخار، خفيفة تهبط بسهولة على سطح الدار. ومن فوق ما عندكش ريسك باش تسمع. أيها السيدات والسادة، نأسف لإبلاغكم بوجود عطل في محرك الطائرة الأيمن، ونأسف أيضا لإبلاغكم بتوقف المحرك الأيسر. طبعا نتعدوا للتونسية تي في وكلام الناس اللي في الروبورتاج، ولا دي في كما قالوا مشيوا يفركسوا على ثلاثة نساء لعد العلمي. دي عد العلمي اللي حبي يرجع قانون أربعة نساء، عرفتوها؟ استنيت من البنات باش تعطي صرفاق للصحافي اللي هبط يسأل فيهم. انت نورمال تاخذ راجل معرس مزوج ولا بثلاثه؟ معلش ليه؟ السبوع ضايره معناتها تستنى في راجل. ايش بدك؟ عند العلمي يشوف البنات ريك توسيلت. اما كمان هكا حب يرزن روحه. انا اولا لا انصح النساء بالتزوج. ما توصيتي على نواح يا شيخ. ونوفيو بالجريدة اللي ما افطرنا عليها واحنا صغار، جريدة النخبة، جريدة لابريس. الجميع عملوا كيفنا بالضبط، طلعوا اش عملوا، قعدوا لهم ربيع صفحة ما لقاوش اش يكتبوا فيه، حطوا فيه قصة سقراط، ايش عانى واش تعدى عليه. ما فكرتكمش الحكاية هذه في حاجة؟ أنا على قيد الحياة وبعد عدة محاولات بقت بالفشل. أحلامي لا تعرف حدودا وأنا أنا على قيد الحياة. أنا على قيد الحياة. ميكروند وفات، وحتى نرجعوكم في أخبار بيت أخرى. الفريش كلي وكان عندك خبير بيت هيت. أنا على قيد الحياة. مكروانة